القوات الأمنية في كركوك خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في عدد من مناطق المدينة العشرات من المطلوبين والمشتبه بهم. وأوضح العميد خطاب عمر معاون مدير شرطة كركوك لشؤون أفواج الطوارئ أن قوات شرطة الطوارئ بالتعاون مع القوات الأمنية الأخرى في كركوك نفذت الليلة الماضية حملة دهم وتفتيش واسع في عدد من المناطق. وأشار العميد خطاب عمر إلى أن الحملة التي استمرت لغاية صباح اليوم أسفرت عن اعتقال العشرات من المطلوبين والمشتبه بهم، فضلا عن الاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة وكميات من الأعتدة. في خورمات شنت قوات البيشمركة فجر اليوم هجوما واسعا